ضيف يضيف حضراتكم زي ما قلت في البدايه دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. الدكتور ماجد نجم النهارده كان النهارده تحديدا كان النهارده في احتفاليه جامعه حلوان، وكان السيد وزير التعليم العالي موجود في جامعه حلوان، واحنا سمعنا امبارح ان كان في حته تانية كان الشباب زعلان من حكايه العلم وتحيه العلم. نشوف الحكايه دي مع الدكتور ماجد نجم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. الاول صح، بالنسبه والف سلامه ابراهيم بي وكل مشاهدينا وطلابنا بألف خير. طيب النهارده نعرف ايه اللي حصل في جامعه حلوان وبعدين نتكلم. هو النهارده بدأ دي بدء مع الوزير شرفنا وبدايه حضرنا مراسم رفع علم مصر مع اعلام 20 كليه. 20 كليه هي كليات جامعه حلوان. اعلام جامعه بسم الله ما شاء الله انتوا وصلتوا 20 دلوقتي؟ لا اكتر من كده، بس في كليات دراسه عليا لسه ما لهاش اعلام. هي بتغطي مرحله دراسه عليا، لكن الكليات الحقيقيه في مرحله البكالوريوس 20 كليه. كل عميد قام برفع علمه، علم كليته برمزها، ثم بعد ذلك رفعنا علم جامعة حلوان، ثم توجه معالي الوزير معنا ورفعنا علم مصر. وبعد رفع العلم أنا لقيت نفسي بتلقائية شديدة جدا وبحماس وبطنية، أنا اللي بردد تحيا جمهورية مصر العربية. كان معالي الوزير والسيد النائب وكل العمدة وهيئة التدريس والطلبة اللي كانوا آلاف واقفين معنا. تحيا جمهورية مصر العربية دي هزت أرجاء، مش عايز أقول حلوان النهاردة، مش جامعة حلوان، بسم الله ما شاء الله، حي حلوان كله. دي رجعتني لذكريات وأنا في إعدادي. أنا يعني كنت طالب في الجوالة وأنا في إعدادي، وكنت أنا اللي بقوم كل يوم الصبحية أرفع العلم على مدار ثلاث سنين المرحلة الإعدادية. فدي رجعتني لذكريات جميلة، وفعلا ده يعني ده تعميق الشعور بالانتماء والوطن. رفع العلم وتحية العلم وتحيا جمهورية مصر العربية دي يعني ليها مغزى ومعنى كبير قوي احنا نعرفه. ايا كانت الاسباب التي ادت الى فقدانها في السنوات اللي فاتت، وانا بتصور انها فقدت بفعل فاعل، يعني ان تلغى الانشطة من المدرسة المصرية من 30-35 الله اعلم بقى دايما مش اقل من كده يعني، وواحدة واحدة مبقاش في طابور، واحدة واحدة مبقاش في علم، والكلام ده كله انا بعتقد يعني ايه. خلينا دلوقتي نرجع ازاي؟ والله احنا على مقربه من شهر اكتوبر، ممكن حضرتك في حديث قبل ما يبقى على الهواء بنتكلم عن رفع العلم والايام الاغريق والاولمبياد. انا هقول لا، حرب اكتوبر. يعني النهارده اول جندي طلع وعبر يوم 6 اكتوبر الرمزيه، كان رمزيه ايه؟ رفع العلم، ما خلاص بقى ان هو يحط علم مصر. ويمكن اكبر كميه رصاص في العالم دخلت في جسد شهيد بهيألي هو اللي قام برفع العلم الاول، وكان محتضن هذا العلم، محتضن هذه الرايه اللي هي رمز الدوله ورمز ان دي بنقول وطننا رجع لنا تاني. لما قلنا سينا برجع ترجع لنا تاني كان رمزها غرس العلم في رمل سينا. نرجع تاني ازاي؟ زي ما حضرتك قلت، ده ان احنا لابد ان تلاحم بقى في المدرسة وفي الجامعة بين الأساتذة والتلامذة والأساتذة والطلاب. ده مهم جدا إن احنا نبتدي يبقى عندنا المسد الأعلى، يبقى عندنا القدوة الصالحة، وده مهم جدا لأن دايما التلميذ بيقلد أستاذه والطالب بيقلد برضه أستاذه في الجامعة، بيكون ليه قدوة ويكون ليه رمز. فإحنا محتاجين، وده موجود على فكرة، هي محتاجة نوع بس من التوجيه السليم، إن احنا إزاي من خلال محاضراتنا من خلال دروسنا حتى في المدارس ان احنا نغرس الوطنية في نفوس ولادنا من التلامذة والطلبة، مش مجرد بمقرر تربية وطنية او تربية قومية. لا طيب ما هو اصل دايما يا فندم ربط الانتماء وان احنا ما هي واحدة واحدة، انما دايما لما فرق بين الكلام وفرق ان انا اشركه عمليا في موضوع. زمان من فترة كبيرة كده أول ما طلعت 57 ديت لسه بتتبني، وعملت فكرة كانت فكرتي بقول إن القليل من كتير كتير، والجنيه من كل طالب والجنيه حامل لوحده، إنما الجنيه من جنيه على جنيه رمزية جنيه على جنيه على جنيه ما بقاش رمز بقى خلاص دخلنا في ما هو. فأنا عملت الحملة دي مع طلبة المدارس ومع الجامعات، وقعدت فاكر أيامها مع السادة رؤساء الجامعات، كان الدكتور مفيد كان هو وزير التعليم العالي، وقعدت مع رؤساء اتحادات الطلبه
بتاعت مصر كلها. لمينا ال 22 مليون جنيه، الكلام ده من 24 سنة أول 2000 تلت. وده كان مبلغ ضخم ساعتها. عايز ده بقى بداية عودة الحاجة، لأن احنا لما بنشوف فيه حاجات بس فردية شباب بيعمل حاجات عظيمة جدا. التكتل يا فندم، جامعة حلوة قد ايه يا فندم؟ ككليات ولا كعدد؟ العدد كله تقريبا دلوقتي عدد الطلبة وصلنا 140 ألف طالب. عندنا 5000 عضو هيئة تدريس. 10000 موظف. طيب دلوقتي يا فندم ال 140 ألف طالب وطالبة دول النهاردة في ثانية نقدر نرجع الانتماء. بمعنى يعني احنا عندنا نبتدي الاول بحاجة من جوه، وانا مستعد يعني انا انت سيادتك ممثلا ورئيسا وعلى رأس هذه الجامعة، انما احنا عايزين نقعد مع اخوان الطلبة والشباب ونضع مشروعهم تحت اشرافكم. لو انا النهاردة ال 140 الف دول فيهم عدد ظروفه صعبة جدا، وارد مش كده ولا ايه؟ وفي عدد تاني مقتدر. ايوة. انا لو قلنا بقى ان احنا كلنا كل اول شهر هندفع 5 جنيه، احنا هندفعهم، القادر والغير قادر هيدفعهم، ودول يرجعوا تاني للغير قادر. بس اسمنا كلنا شاركنا في المشروع. انا غير قادر ولو برمزيه جنيه او 5 جنيه. يا 5 جنيه، يا 5 جنيه رمزيه، انت لو جيت لحد هيتصرف في وشي تاني. انا لما ما عادش حد اللي يقبلها، انما 105 جنيه في احنا بنتكلم قرب الايه المليون جنيه اول الشهر. تخيل حضرتك انت لو شفت بقى الميزه ايه، ان الكل شارك، المردود والاساتذه تشارك بضعف بقى ده حضرتك ده راجع لحضرتك بقى، لان ده انما انا بنتكلم على 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 الطلب. الكل شارك، انما المردود لايه بقى؟ للي هم لظروفهم ده. يبقى ابتدينا اول مشاركه في بناء مستشفى جامعه، هنشتغل بقى، هنعملها كل شهر مشروعات كتيره بقى، كل حاجه لحاجه. ما انت ممكن يبقى عندك ناس الظروف صعبه، يبقى ده هيطلع له خلاص، هم الطلب يعملوا مجلس منهم وهم يعملوا تحت اشرافكم. يبقى انا دخلت في مشروع زي ده، هنكبر هنعمل حاجه كبيره لغايه ما نعمل حاجه لبلدنا كلها. اكيد. ايه المانع ان احنا نعمل ده ونتابع ده من خلال البرنامج مع سيادتك بعد اذنك؟ وانا يعني هاخد هذا التوجه من حضرتك النهارده ان شاء الله، وهنبتدي فيها مباشره. يعني انا مستعد اجي بقى سيادتك اقعد مع مجموعه من الاساتذه من الطلبه، لان من كل حاجه عين من كل ده، لان النجاح منهم، هم اللي هينجحوا. وهو انا اقصد ليه؟ لان انا هم لازم يعرفوا ان هم قوه كبيره جدا اذا ارادوا. هم المستقبل. هم كل حاجه. فهو النهارده قوه كبيره. فانا النهارده بنعمل ده، وفي مشروعات كثيره نستطيع ان احنا نعملها من هذا المنطلق. ليه؟ لان احنا عدد كبير. وداخل جامعته. هو بقى جامعته، وهو اللي بيقول، وهو اللي بيقرر، وهو اللي بيعمله الكلام ده كله. انا لوحدي وهو لوحده، وده لوحده مش هنعمل حاجه. انما احنا مع بعض هنعمل حاجه. يبقى هناك فكره ومشروع، مش هنقول مشروع قوي، مشروع انا بقى من جوه يا فندم، انا بقى من جوه الجامعه يا فندم، انا من جوه الجامعه النهارده. انا زملائي ال 140 الف ممكن فيهم عدد فعلا ظروفه تستدعي ان هو ما حدش هنا بيمن عليه، لانه هو مشارك في المشروع. منه اللي مره أخرى. منه اللي وده حق. نشوف دي مشروع كتير والافكار كتير. انا خلاص، انما انا اقصد اقول ان احنا نستطيع ان احنا كل اول شهر نجيب قرب بفلوس الاساتذه هنجيب مليون جنيه، نكسر الدنيا بيهم. الفكره بقى مش في المليون، داخل جامعته. الفكره مش في المليون. الفكره ان احنا نقدر نعمل حاجه لو اردنا. ده بقى لما نلم نفسنا النهارده. هو غير كمان حضرتك ابراهيم بيه، اذا اذنت لي، غير الجزء المادي بيها وجزء المعنوي بقى، هو كده ده الاهم. حتى لو القيمه بسيطه او بتمثل 10% من قيمه المبلغ اللي انا محتاجه لمستشفى او لاي حاجه، لمدرج هو جديد، شارك في حاجه، هو شارك فيه، يحس ان هو شارك فيه. في حاجه ده بيقول له ان انا شاركت في ده. ده بيعمق الانتماء لجامعته ولمجتمعه ثم لبلده بعد كده. انا ويمكن هقول لحضرتك حاجه، اذا اذنت لي، في الجامعات الامريكيه والاوروبيه بعض الجامعات دهيت بيتم تطويرها من خلال ما يعرف باسم الالوميناي. الالوميناي اللي هم خريجي الجامعه نفسها، الجامعه نفسها، هم اللي بيساهموا في تطويرها، هم اللي بيساهموا في تطوير مدرجاتها، بيساهموا في انشاء منشآت جديده فيها، مستشفى الجامعه، لان عندنا مثلا المستشفيات الجامعيه بتحتاج كم ويعني لا باس به من المشاركات، لانها اجهزه طبيه
والإنشاء بتاعها بيكلف كتير. يعني حضرتك بتعمل مستشفى جامعي بيتكلف حوالي 1.5 مليون جنيه النهاردة. مليار ونص مليون جنيه يعني مبلغ كبير. فالنهاردة بيبس الطلبة لا، واللي هم ألومناي أو اللي هم خريج الجامعة المتميزين. يعني حضرتك ممكن تلاقي خريج وخلال ما شاء الله سنتين ثلاثة بكم دخل في مجال الاقتصاد أو ما شابه ذلك أصبح رجل أعمال كبير. يعني هيحب إن هو يخدم جامعته ويحب جامعته. وده على فكرة بنلاقيه في أجيال يمكن كبيرة شوية لكن ما زال عندهم الانتماء لجامعته. يعني أنا أذكر جيلي دفعتي اللي اتخرجت معايا عندهم ما زال انتماء لنفس الكلية اللي اتخرجوا منها وبنفس جامعتهم وعايزين يعملوا أي حاجة. ما هو يا فندم فكرة إحنا بندور على عايزين إيه زي ما بقول المحاور. ما فكرة إن بعمل انتماء، انتماء ما هو الانتماء بيبدأ من الحتة الصغيرة في المكان الصغير لغاية ما نوصل لغاية تحت علم مصر. هي دي كلها عايزين نعمل ده لما يبتدي بالجامعة ونعمل ده ونعمل ده ونعمل ده. ما هو في مشروعات بعد كده. إن أنا النهاردة هتيجي جامعة حلوان، ما أنا النهاردة عندي القاهرة وعندي كذا وعندي كذا. إحنا حوالي 2.5 مليون دلوقتي يا فندم الجامعات. 2.8 مليون طالب غير طلاب درس طالب. طيب يعني داخلين في 3 مليون قوة. فهو ده اللي أنا أقصد أقول عليه. طيب الحاجة التانية يا فندم، كان في كلام على أن المدن الجامعية والكلام ده كله وفي حكاية المخدرات والكشف عن المخدرات. بس عايز أقول إحنا المسألة مش مسألة عقابية أكتر من مسألة علاجية. يعني مريض المدمن اللي سقط في فخ الإدمان ده مريض أكيد، ده مريض مريض بحق يعني ولابد من ان ما هو حول حضرتك حاجه. احنا يمكن في المدن الجامعيه في جامعه حلوان العام الماضي تحديدا عملنا اختبار عشوائي للمخدرات. وده ما يضرش اي واحد ملتزم لسبب واحد، لان النهارده المدن الجامعيه دي زي ما حضرتك من اسمها حتى مدن عالم لوحده. عالم لوحده. ومثلا في جامعه حلوان عندنا 16 مبنى او عماره كبيره في المدن الجامعيه، 8 للبنات و8 للشباب. النهارده بنحاول داخل المدن الجامعيه ان احنا نحقق لهم نوع من التوعيه. بيكون في الدور الارضي ريسبشن تلفزيون كبير، مثلا في مباريات لكاس العالم، مباريات بالظبط، بدل ما هو يطلع بره الجامعه شوف اي كافيه ولا حاجه يقعد عليها. خلاص انا وفرت له فلوس وفرت له امان وامان بدل ما يطلع بره الجامعه ويرجع تاني بالليل وفي الشتاء بالذات. مش بس كده، ابتدينا نعمل اختبار المخدرات العشوائيه. ده مهم، ده ما يقدرش اي حد. لا 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 لا، ما هو عشان ما هو البعض هيكلم كل ما اكلمه يقول لك الحريه يا اخي. حريه ايه بس؟ انا مش يعني تفضل في بريطانيا حضرتك دوله ديمقراطيه، في انجلترا يبقى حد ماشي بالليل وبيعملوا اختبار طبعا عشان يشوف هل هو شارب درانك ولا مش درانك. طبيعي، شيء طبيعي. فانا بشوف المخدرات لسبب واحد، عشان امانه هو. وبعدين احنا هنعاقبه، تعالى نبتدي بقى نعمل التوعيه. انا لو تحليل الدم بتاعه طلع ان فيه مخدرات انا مش هاخده. هو ده الاسم ده انا عايز اعالجه. مش هاخده الاسم انا عايز اعالجه. عايز اعالجه جزء طبي وجزء توعوي مهم جدا. تعالى يا ابني طب ليه مخدرات؟ ايه الحكايه؟ وممكن يعني في الاول ما بلغش اهله عشان ما احرجوش قدام والده. انا الاول احتويه مره واثنين، يعني يمكن ابتدي بقى في المره الثالثه ابتدي ممكن اقول ايه تمام. يعني لان هو في الاخر راجل. يعني النهارده اللي معايا في الجامعه ده هو ما شاء الله راجل. خلاص بيتحمل مستقبل خلاص يعني. دلوقتي يا فندم كان في نقطه انا ما اعرفش احنا هل توسعنا في موضوع التعليم العالي على حساب ان انا اغفلنا سوق العمل. هل احنا حاطين احنا محتاجين دلوقتي نبتدي نظبط نفسينا وربما تظهر في الافق تخصصات جديده وبلوات او كليات جديده تناسب سوق العمل. عندنا اشكاليه في الحته دي ما بين خريجين عدد خريجين في كليات كثيره جدا وما بين احتياجات سوق العمل. انت راي حضرتك ايه؟ رأي حضرتك إن في كليات بالفعل قائمة ما زال سوق العمل محتاجها ومحتاج خريجيها يوم بعد يوم. اللي هي عندنا جامعة حلوان على سبيل المثال، قطاع الكليات الفنية كلها، الفنون الجميلة، الفنون الطبيعية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، السياحة والفنادق، كل هذه الكليات كليات متفردة في تخصصها. مش بس كده،
اصبح النهارده مطلوبين لسوق العمل بطريقه غير مباشره. يعني حد حضرتك مثال بسيط جدا، خريج كليات السياحه والفنادق، ممكن بنقول اصل قطاع السياحه دلوقتي حركه السياحه هاديه، فمش محتاجه نفس العدد اللي بتخرج. فحصل بروتوكول بين جامعه حلوان وثلاث شركات كبرى، مش هنذكر اسماء طبعا مش دعايه او شيء، للي بيشتغلوا في مجال الاغذيه. الثلاث شركات دول دخلنا معاهم بحاجه اسمها التعليم التبادلي. يعني ايه تعليم تبادلي؟ يعني ان الطالب يجي عند الجامعه جزء من الوقته، مش يعني مش يقعد 5 ايام، لا يومين في الاسبوع، تلقى محاضرات نظري، وفي مطاعم الشركه دهيت اللي هي متوليه هذا الامر يقضي بقيه الاربع ايام تدريب عملي، تدريب ودراسه. مش بس كده، ده بياخد راتب. يعني من هو اولى جامعه راتب ممكن بيصل الى 1000 جنيه. ده كل يا فندم، كل الولاد اللي موجودين في لا مش كل، ده شعب موجوده، شعب موجوده معايا، بتقول ربطنا بسوق العمل وازاي نطور في سوق العمل. ده انا هديك مثلا، بس ده مثلا في السياحه، ممكن مثلا تاني في صناعه الدواجن متكامله كلها العمليه. بمعنى ايه حضرتك؟ ان النهارده انا في مجال السياحه بياخد في المطعم ده 1000 جنيه مصري، هو لسه في سنه اولى جامعه. مش بس كده، الشركه دي بتتولى مصاريفه هو في الجامعه، لما بتخرج بعد 4 سنين مع بكالوريوس بس خلاص بقى مساعد مدير او مدير في المطعم ده بقى، خلاص بقى خلاص. في نفس القصه بعض الشركات دي متكامله، يقول لك ده بعده عشان يبقى مدير او مساعد مدير للايه، للمطعم ده. طب انا بشتغل في مجال ايه المطاعم دي؟ في الدواجن وفي المشي. بتيجي من نظام تعليم تبع هذول مع كليات الزراعه في نفس الترند، هو يروح يتدرب في المزارع. يعني انت طب ده انت يا فندم انت خرجت بقى عن على حدوت ده كله في الجامعه يا فندم، ده كله داخل اطار الجامعه. ما اطار الجامعه لا، انت بس حضرتك كنا انا بتهيألي ان حضرتك غيرته في فكره المنهج، دخلته حاجه جديده اللي هي تدريب العمل دي. بالظبط، التدريب مع العمل ده في نفس الوقت، وده اللي بينقصنا فعلا بقى، وده مهم. وده نظام اسمه تعليم التبادلي، واضح حتى من مسماه تبادلي. هذا الامر ممكن كذلك في تخصصات كتيرة، مش بس في البنوك، ممكن يكون في تعليم تبادلي. النهارده ده بيعدل يكون بانكر ازاي بعد 4 سنوات. انا حضرتك بس ممكن تضيف بالتفصيل شويه في مجال في السياحه والفنادق او في مجال الزراعه، على اساس دول يعني فعلا امثله واضحه وقائمه بالفعل، مش من النهارده، من 2010. يعني الامثله دهيت حضرتك موجوده بقى لها 7 سنين، وفي ناس اجيال اتخرجت فيه. طيب انا في وده نوع من تطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعات، ازاي ان احنا نربط. هل سهل انك يا فندم تغير في ولا بتاخد ولا القوانين جامدة بتتعكسه؟ لا يا فندم ما خدتش وقت. يعني انا الزراعة مثلا على سبيل المثال، احنا خلاص الزراعة التقليدية اللي هي بتاعت الارض الصامتة الدلتا دي ما بقتش موجودة، فاحنا كل اللي داخلين عليه بنزرع دلتا في ارض صحراوي. صحراوي يعني احنا بنشتغل بتنقيط او رش، يعني كراجم راي باسلوب تاني خلاص. وممكن نخش في السوب، يعني ادي 3 حاجات. انا بالتالي يا فندم دلوقتي محتاجين طالب زراعه نعمل له بقى التبادليه ديت، بحيث انه يقعد هناك في البتاع ده ويجي لي يومين، يعني يجي لي يومين في السنه اشوف انا عندي في السنه، انما يقعد في الغيط ده هناك اساتذته في الغيط في هناك وفي هيستصلح صح في الارض. طب ليه ما نعملش ده في الزراعه مثلا؟ لان ده احنا محتاجين ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني بعد اذن سيادتك ممكن تعملوها، لان كنتم متحرر، يعني بالتالي ان كنت عندكم قدر من التحرر عملتوه حلوان. يعني انا النهارده عندي يا فندم في حاجات كثيره جدا الاسطوات بتاع زمان. يعني انا لما اجي اقول الفلاح اللي هو فاهم، اللي هو بيبقى الفلاح ده عامل زي الدكتور طبيب اللي بيحط البذره ويعرف يداويها ازاي، يعرف ان لو النهارده يقوم الصبح لو في شويه حر يروح يلحق بسرعه، لو هي طلعت صغيره كده يحط لها شويه قش عشان كذا. ده الفلاح. الفلاح ده انا عايز اخد من المجموعات دي الناس الكبار دول الحق منهم اللي اقدر الحق عليه عشان يبقوا هم دول المعلمين اساتذه. عندي الاسطوات في النجاره مثلا، في اسطوات في مجالات اخرى حضرتك، دي ما يعرف ما يعني ما يتعرف عليه باسم كليات المجتمع. الكوميونتي كوليدج. كليات المجتمع زي ما حضرتك اشرت كده، الاسطى اللي يقدر يصلح كويس في الحرفيه. مش بس كده، في بعض الدول بيبقى ازاي يكون هير دريسر اللي هو الكوافير او الحلاق، دي مهن مطلوبه، بيقعد يتعلم 3 سنين ازاي يبقى
هير دريسر او حلاق او كوافير. بس انا في ناس قربوا يا فندم يتقاعدوا، خدت بال حضرتك؟ اسطوات. انا ليا واحد صاحبي لسه سعد نجار، انا في رايي انا ان ده اديله اي حاجه جايه من اعظم حته في العالم بتصنع موبيليا هيعمل زيها احسن منها، وعنده قدره ان يعمل. طب ده ازاي ماخدوش ان دول دي ممكن عندنا في جامعه حلوان اللي يقوم بالدور ده كليه فنون تطبيقيه؟ ما يا فندم في الفنون التطبيقيه او تعملوا مراكز مفتوح. يعني انا اقصد اقول سيادتك ان كنت ما هو ده اصل شغل دوله، ان انا كنت بتصور ان دي شغلة وزاره الثقافه الحق الناس. انا بعتبر ان دول فنانين وبعتبر ان دول مجيدين، الحقهم قبل ما يدوا يعلموا. وعندي في كل مجالات كثيره، تخلوها بقى في التعليم المفتوح، تخلوها في التعليم المقفول، تخلوها ما اعرفش فين. فكره المجتمع دي مهمه جدا. يعني انا بس يا فندم تلحقوا تعملوا حاجه زي دي. في افكار كثيره يا فندم موجوده وبنناقشها فعلا. يعني في مثلا على سبيل المثال في من ضمن كليات المجتمع إدارة الشحن، اللوجستيات في النقل البحري، دي كلها أفكار موجودة ومطروحة فعلا على الترابيزة زي ما بيقولوا. يعني ما هي احنا عندنا في سينا دلوقتي، أنت عند داخل حضرتك عايز أسواق مفتوحة تتفتح كده، عايز خريجين من دول بالظبط، حاجات كتير. يعني الأفكار موجودة ومش بس كده، ده الكريكولم بتاعتها أو المناهج بتاعتها محطوطة يعني قبل التنفيذ. والحق اتقال معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار ده له جهدا، دايما عنده افكار جديده في هذا الامر، بيقعد معانا في مجالس على الجامعات او في المجالس حتى الصغيره بنتكلم في عمليه التطوير دي عشان نخرج زي ما بيقولوا افكار خارج الصندوق كلها. طب دلوقتي في جامعه في حلوان يا فندم في الاطار ده، وابتدت حاجه اللي هي في تدريبات اللي حضرتك عملتها فيما يخص الجزء بتاع تخصصات السياحه في بعض الفنادق او التخصصات ديت اللي حضرتك عملتها، طبعا دي عملت بالتاكيد مردود هايل، وانا بعتقد انعكست على 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 الطالب ذات نفسه، على الطلاب، على الطالب، على الكليه نفسها، على الجامعه، على سمعتنا كويسه في المجتمع سوق العمل. يعني التجربه بقى لها 7 سنين اهيت وفي ما زالت في ازدياد. طيب جامعة حلوان في مجتمع كان مفروض انه صناعي زمان، انا ما اعرفش حصل له ايه دلوقتي، انما هل هو بعافيه لسه صناعه وبتاع موجود؟ لا يعني بالصوره المثاليه ام لا يعني، انما ايه ان نقدر نقول النهارده ان الجامعه في علاقتها بالمجتمع، خدت بال حضرتك؟ أي. ايه اللي ممكن يتم؟ لان حلوان دي هل ممكن نرجع حلوان بتاع زمان؟ انا مش عارف، احنا بوظناها الحمد لله. يعني مش ترجع فندم زي الاول ان شاء الله، ممكن ترجع. طب ما لو كان ده يبقى جامعه حلوان. ثلاث محاور احنا شغالين في الجامعه هذا الامر، جزء منها تطوير العشوائيات. لا يخفى على حضرتك ان اكبر تمركز للعشوائيات في محافظه القاهره في حلوان. يعني حتى اول عشوائيه ملاصقه للجامعه هي عزبه الوالده معروفه. عرب غنيم، عرب الوالده، كل دول عشوائيات جنبنا. احنا لابد ان احنا مدينا ايدينا عشان نطور هذه العشوائيات. وعندنا مشروع دلوقتي بينا وبين احد البنوك الوطنيه ووزاره الاسكان، مشروع ثلاثي، ومحافظه القاهره معنا. احنا الاربعه بنشتغل في تطوير عشوائيتين. التطوير العشوائيه لا يشتمل فقط على تطوير الحجر، يعني ان انا يبقى مجرد ابناء جميله ولطيفه ولا عامل حاجه ده لوحده، هو الاول تطوير البشر. يعني انا اسمع قصه معروفه ان احد المحافظين السابقين للقاهره واحد كان بينقل خلطه عشوائيه لشقه، قاعد في مكتبه اسبوعين، كل القصه عايز ينقل من الدور الاول للدور الارضي. طب ايه السبب؟ في الاخر المحافظ يعني امام الضغط وافق له على الطلب. ليه؟ قال لك لان هو كان معاه عفوا جاموسه العشوائيه هيدخلها زي طلعها زي الدور الاول. ما حدش هيطلعها اللي مني. طيب يبقى احسن احنا اشتغلنا اول حاجه في تطوير العشوائيتين دول معاهم منطقه المعصره على تطوير البشر معاهم، تكلموا معاهم مجموعه كبيره قوي من جماعه في كليه خدمه اجتماعيه وتحت اشراف من نائب رئيس الجامعه اللي هو بينتمي لهذه الكليه. الطلبه بقى دخلوا في دي، طلبه وهيئه تدريس وعلى راسهم نائب رئيس الجامعه نفسه لان هو متخصص في الخدمه الاجتماعيه، دكتور جمال شكري، لان هو كان عميد سابق للخدمه الاجتماعيه ثم نائب رئيس الجامعه دلوقتي. نعم. قلنا الاول اتفقنا مع وزاره الاسكان ومحافظه القاهره نقعد مع الناس، الناس الاول نهيئهم، ندخل السيرفي الاول مع الناس، ازاي نهيئ الناس. هنطور في الحجر، هنركب
سهل عواميد كهرباء سهل. بس الاول نقعد مع البشر نطورهم ونجهزهم قبل ما نطور الحجر. طيب فده جزء من انتوا نفسه ده يا فندم نفسه فيه شغالين على شويتين لا يعني طبعا. يعني لو قعد معاهم طبعا. طب المرحله الاولى خلصت. طيب يعني حضرتك تقول النتائج بتاعتك. النتائج مهمه جدا. النتائج ان احنا بعض الناس يقول لك انا مش عايز هوري انا عايز اكل. طب انت قبل ما تاكل كويس ويبقى كيلو السكر بكذا وكذا يبقى انت محتاج تطور حياتك. يعني لابد حصل حوار قدرنا نتقبله. نعم اتقبله. انا عايز حضرتك تنقله للساده المشاهدين. هقول لحضرتك حاجه. هو القصه مين اللي نازل؟ هم ناس بروفيشنال حرفيين جماعه بتوع الخبره الاجتماعيه زي ما بيقولوا حريفه في هذا والصواد بقى شطار في هذا الامر. فاحنا قلنا ننزل بيهم الكتيبه الايه الاولى ياخدوه الامر ياخدوا بالظبط. نقلوا لنا هذا الامر عشان لما ادخل في تطوير عمراني بقى ان انا عايز حرفه. طب خلاص ندخل بقى الخط الثاني ان انا عايز حرفه في ايده. يبقى ندخل عندنا النهارده الحرف ممكن نشتغل عن طريق ايه؟ كليات الفنون التطبيقيه ندخل نعلمه حرفه. طيب اهم المتطلبات عايز اخدها خلاص حرفه اللي كتبناها هكتبها انا مع السياده. كان اهم الحاجات اللي قالوا عايزينها ايه لما اخواننا عايز تعلم حرفه. حرفه عايز وظيفه. او وظيفه. عايز جنينه. جنينه حديقه صغيره. يعني للكل تاني كل حديقه عامه ولو حتى صغيره في وسط عشوائيه دهيت دي مهمه جدا. شوف مطالب بسيطه. طبعا كان في ريزيستنج في الاول لكن وبعد فكره احنا دي تجربه بسيطه لكن في تجربه كبيره في تجربه الاسمرات. يعني تجربه كبيره ويمكن القياده السياسيه للرئيس السيسي حقيقي بيولي عمليه تطوير العشوائيات اهتمام كبير. واحنا فعلا شغالين في هذا الامر ان احنا محاطين بعشوائيات في لا بس انت اللي حضرتك قلته ده طبعا نقطه ما حدش عارفها يعني مش عارفينها الناس كتير. ما انا عشان خاطر زي ما انت قلت حضرتك تطوير الحجر سهل انما تطوير البشر محرجع تاني هتتحك تاني بعد كده. عفوا على القصر ده الراجل عايز ينقل الدور الاول الدور الارضي عشان يعني هو عايز يكسر هيجيب نموذج تاني هيعمل ايه؟ هيدخلها جوه. نقل بالكالتشر. طب انا النهارده عايز اطوره. مهم جدا. يعني حقيقي احنا نزلنا في وسطيهم. يعني كنت انا ونائب وزير الاسكان الدكتور احمد درويش ومجموعه كبيره نزلنا في وسط الناس. نزلنا في وسط الناس عشان نعرف القصه. اما بالنسبه حضرتك برضو شغالين القوافر الطبيه. والقوافر الطبيه يعني شغالين على محورين. محور برضو المجتمع المحيط بينا وذهبنا الى اقصى مصر في قافلتين. قافله قادتها كليه الطب وكليه الفنون الجميله وراحوا الحلايب وشلاتين. الله. وقافله اخرى رحناها للوادي الجديد لوحات الخارجه والداخله. يعني احنا شغالين حتى القوافر الطبيه على الاقربون ثم الابعد. الابعد الابعد في المسافه. لا الابعد في المسافه. الابعد في المسافه. يعني حلايب وشلاتين خلاص. وفي نفس الوقت الوادي الجديد النهارده سفر كبير. والناس كانوا فرحانين جدا وبتعمل قوافل وبناخد جراحين وبناخد يعني النهارده الجراحين اللي كانوا معانا في القفله اللي هي كنت انا معايا على راس القفله بتاعت الوادي الجديد قعدنا مستنيينهم ساعه واحده راجعين من المستشفى. يا جماعه اتاخرتوا ليه؟ العمليه ورا عمليه. قالت لك احنا العمليات خدتنا كان المفروض يرجعوا على العشاء معانا الساعه 10 بالليل قعدوا الواحده صباحا. كذلك بقى مع المصانع. عندنا كليه العلوم تحديدا وشغاله مع المصانع المحيطه لان هم بيحتاجوا كليه العلوم في حاجات كتير قوي. فاحنا الحمد لله في خدمه المجتمع في جامعه حلوان على محاور كثيره جدا علاقه بالمصانع علاقه بسوق العمل تطوير العشوائيات والقوافل الطبيه. طيب في الحرف يا فندم حضرتك عفوا كنت اطلت في النقطه. لا يا فندم ده النقطه دي اهم نقطه. اصل احنا عايزين حضرتك من خلال جايز يكون فنون تطبيقيه او فنون جميله انما احنا عايزين دلوقتي ليه؟ لان احنا عندنا شباب كتير جدا بتشوفهم حضرتك على الطريق الزراعي اللي بيبيعوا سوبيا وبيبيعوا ذره وبيبيعوا فوط. شاب عنده 20 سنه وبيشتغل اي حاجه كده عايز حرفه. عايز انا عايز اعلمه حرفه. هيقاومه في الاول انما يعني ما اعرفش احنا بنعمل ده حتى لو مش عند حضرتك في تخصصات كثيره يبقى عند تحت اشراف سيادتك زي ما بقول لحضرتك بقى نجيب الناس الاسطوات اللي هم يعلموا بحيث ان احنا عايزين نطلع دواليب عمل ده. الناس اللي هي ما معاش اي حاجه دي فدواليب عمل المعمار كافي عندي اللي هو النجار مسلح نقاش مش عارف ايه كذا 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 وفي حرف منها اصلا بتيجي نقدر نعلمها فعلا بس بننقل الناس من حال لحال يا فندم. اكيد في بقى مهن تناسب خريج الجامعه اللي هو شهادته ملهاش مكان في سوق العمل ودي بقى في الحتت اللوجستيه الجديده وفي الحتت
وعند عند الفريق مميش في هناك في مهن كثيرة مطلوبة. لوجستات النقل البحري كلها معروفة. حاجات كتيرة جدا ودخلها كويس جدا وهايلة جدا. مش كويس جدا ده هايل. طبعا ده هايل. فماذا يمكن عمله في هذا الموضوع؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا كجامعة حلوان على الأقل عندنا كلية التجارة، وكلية التجارة بتاعتنا متميزة. كلية التجارة وإدارة الأعمال. متميزة في برامج كتير قوي. نقدر ندخل في هذا المجال وبقوة في موضوع دبلومات للوجستيات. ده مهم جدا. لأن النهاردة ده المستقبل. والنقل البحري مهم جدا. يعني يمكن بقى النهاردة من الخطورة ومن الأهمية أكتر حتى من النقل الجوي. لأن مرتبط بحاجات كتير قوي. يمكن النقل الجوي مش محاط بسيرفيس أريز أو مناطق خدمات أو مناطق صناعية حواليها. يعني النهاردة هتتكلم النهاردة تميت قناة السويس. ده على أساس إن عندنا في ممر بحري. ما أقدرش أعمل تنمية في الجو. تمام. لكن أقدر أعمل كويس تنمية حواليه. النهاردة تجربة هونج كونج. تجربة سنغافورة. تجربة دبي. دي كلها. وكان بورسعيد أول ما بس يعني بتعمل في بورسعيد ده دلوقتي بتعوض. بتعوض دلوقتي. يوه ده بتعوض. يعني سنة 75 أما بورسعيد أعلنت منطقة حرة كان المقصود بيها فعلا إنها تبقى منطقة تبقى كده إنما يتعمل تحولت إلى استهلاكية. تروح تجيب شوكولاتة من بورسعيد. أيوة وقمشة يعني ما هياش كده. إنما دلوقتي رجعت. رجع تاني. عدد المصانع كما كان مخطط ليها. عدد المصانع السيد محافظ بورسعيد عادل الغضبان. عدد بورسعيد بقى قطيره التنميه، اكبر مشروعات موجوده دلوقتي شرق التفريعه بورسعيد وفؤاد ما شاء الله. بقول لحضرتك دي ده المستقبل. طب هل يا فندم هل بدانا جامعه حلوان او المراكز المتخصصه او حاجه انها تدرس السوق؟ اصل دلوقتي عيني على السوق. انا خدت بالك قد ما اتخرج لان سوق العمل هو الاساس، وسوق العمل لغايه دلوقتي بياخد عدد قليل جدا من خريج الجامعه اللي هو يتناسب معاه. والباقي بيضطر يشتغل شغلانات مش بتاعته. هل يوجد النهارده حد بيدرس عندنا او تعملوها انتوا تدرسوها زي انت حضرتك بتقول لي احنا دلوقتي ابتديت تشوف الدوسيات وبتشوفوا هناك، انما احنا عندنا في حوالي مثلا مشروعات كبيره 162 مشروع، نقول منهم في 100 مشروع كبار جدا بيتعملوا شغالين دلوقتي. انا بالتالي المفروض يتعمل عليهم دراسات يا فندم عشان تقولوا مطلوب تحضير لكذا والكذا، على الاقل تعملوا خدمه سيرفيه للناس يعني. ما اعرفش ده امكانيه ده ايه. لا طبعا امكانيتها لازم تكون موجوده، لان عندنا مش بس الجامعه كليات، في مراكز بحوث ومراكز استشارات موجوده في الجامعه. وبنطور نفسنا اول باول. يمكن النهارده مع اجتماع معالي الوزير معانا الدكتور خالد عبد الغفار كان بيطالبنا ان احنا لابد من تطوير المناهج والمقررات لتواكب سوق العمل. يعني نفس النقطه اللي بتكلم فيها النهارده دي كان معايا الوزير كان بيتكلم فيها الصبح النهارده اثناء لقائه بمجلس جامعه حلوان. فاحنا بالعكس احنا جاهزين لهذا الامر، لان تطوير المناهج وساعه تطوير المناهج انا وجهه نظري، وده احنا بنعمل كده دايما، نشرك سوق العمل معانا. تعالوا انتوا عايزين ايه؟ ده المناهج دي يا دكتور الحاجات دي خلاص عاصى عليها الظهر، ادخل بمقرر ده، ادخل بمقرر ده. وده حصل على فكره في تجربه التعليم التبادلي. انا عملت التعليم قعدنا على راوند تيبل زي دي، ترابيزه دائريه زي دي، وقعدنا هم يحطوا معانا كريكلا. ليه؟ عشان لما يجوا يلمني كنت شريك معايا في القصه دي. والله مهم جدا مش بس في المجال ده، في كل المجالات. والله يا دكتور انا عايز اقول لسيادتك احنا التعليم التبادلي يعني الحقيقه ده محتاجينه في جميع الكليات حتى بما فيهم. انا دخلت نموذجين بس في نماذج انا أكثر. انا عايز بما فيهم الحقوق اخدهم بقى النهارده في المحاكم والنيابات والمثلا المحامين والكلام. يعني اقصد اقول انما لابد ان احنا ده لان خبره هايله بتعملوها. يبقى الطالب خلال الاربع سنين خد خبره خلاص، لانه يعني بيروح يطلع يشتغل بتدريب وحفظ مقعده في العمل من هو في الصيف سنه ثالثه. انا دايما بقول انا دايما كنت اقول لهم دايما انت اللي هي الكليات النظريه انت يعني حجزت المقعد بتاعك في سوق العمل وانت في سنه ثالثه لسه. يعني انت منتظر تتخرج في سنه رابعه، كان عندك جيش هتقضي الخدمه العسكريه، ما عندكش خدمه عسكريه مباشره هتتوجه الى سوق العمل. وفعلا بنجد منهم بعض الناس خلال ثلاث اربع سنين تميزوا ووصلوا لمناصب عاليه. يعني يمكن ما جابش 25 سنه الشاب من دول وصل لمنصب عالي، ودي حاجه تفرحنا لان شفنا النبت بقى. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسرعه طبعا. دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان،
الحقيقه الحديث مع سيادتك الوقت فات بسرعه جدا. لا هو الحديث مع حضرتك الامتع والله. خليك يا فندم، انما ان شاء الله يعني ان شاء الله اللقاء الجاي نشوف في وعد مجموعه الطلبه. خلاص يا فندم، مجموعه الطلبه حنين يا فندم حوالين مشروع اي يتعمل حالا. الاول نلم بس يبقى عندنا قدره على ان احنا نجمع، قدره على ان ال 140 ألف هم واحد، هم مجمعين على واحد، هي دي القضيه. نقدر نعمل ده هنكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك جدا يا فندم، وكل سنه وسيادتك طيب يا فندم، وانت صحه سلامه وجميع مشاهدينا وبناتنا وابنائنا من طلاب جامعه حلوان وكل طلاب الجامعات بخير وسلام. الله يخليك، بشكر حضرتك وتصبح على خير.